عرفت هي صاحبة الرسالة؟ مع مين؟ لا تخافي خالتي، والله ولا ولد من ولادك متورط بالقصة صدقيني، بس هي لعبة لعبتها مرفت حتى تخفي ورطتها مع شاب غلطانة ماما. وقت اللي عرفت انه هي حامل راحت لعند عصام، يعني كونه دكتور وابن خالتها مشان يساعدها. وقت اللي رفض هددته وعملت فيه هذا المقلب، وقالت له اذا ما بيعمل لها العملية بدها تورطه بالولد. وعصام وافق؟ لا طبعا ما وافق، مشان هيك بعتتني بوقتها مرفت لحتى احط الرسالة بكتاب مكتوب. بس والله يا خالتي انا بوقتها ما كنت بعرف شو عم بيصير، انا فكرت حالي عم ساعدها لما عم كتب لها الرسالة بخط ايدي على اساس انه ايدها مكسورة. بس اللي صار انه عصام سافر بنفس اليوم على امريكا وضاع اثر الرسالة. يعني عصام ما بيعرف قصة الرسالة؟ ما بظن. حلفي لحتى سكت، قولي والله العظيم عصام بريء من قصة الرسالة. اقسم بالله العظيم يا خالتي انه ابنك عصام بريء وما له علاقة بكل القصة. الحمد لله. الله يريح بالك مثل ما ريحتي بالي يا هبة. حاولي يطلع كل هالشي من مرفت. حاولي. وعلا ليش اجت اعترفت بشي مو عاملته اصلا؟ شو التخبيص؟ شو هالشي الهاد؟ يلا صح والف هنا يا رب. مساء الخير. مساء الخيرات. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. شو أمي إن شاء الله ما عذبك بغيابي؟ ما حس بغيابك ليعذبني. الله يسامحك يا أمي، ليش هيك عم تحكي؟ ماما بدي آكل كمان. سمعتي شو ناداني؟ إجاك الجواب ولا جاوبك؟ غيثو؟